السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف برنامج قوي جدا في شرح المسائل الفيزيائية وبأسلوب بسيط يعني أي طفل يقدر يفهمه. تمام، طيب خلينا نبدأ. مثلا نقول له نيو ونبدأ نختار شكل الساحة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها. ممكن تقول له أنا عايز أرسم مثلا شكل، تمام، فتبدأ تختار مثلا الحاجة اللي هترسم بيها. مثلا أهو هو أوتوماتيك مثلا بيبدأ يرسم لك الحاجة اللي أنت عايزها. طيب ممكن تعمل سيليكت على دوت وتقول له انا عايز ده مثلا تغير الابرنس بتاعه وتغير الماتيريال وتخليها مثلا جلاسز بالشكل دوت. وممكن تقول بعد كده تقول له انا عايز مثلا ليزر بين، فيبدأ يجيب لك الاشعه هتمشي ازاي وهتصدم بالضوء هتعمل ازاي. ممكن تقول له طب انا عايز الاشعه ديت مثلا يبقى لونها ابيض بالشكل دوت، فيوريك الضوء الابيض بيبقى عامل ازاي، تمام، والوان الطيف اللي موجودة اهيت، تمام، وكل ما تغير طبعا الاتجاه بتاعه هيبدأ يوريك الانعكاس بقى بتاعه هيبقى عامل ازاي. برنامج لذيذ في حاجات كتيرة جدا خاصة بالحركة، خاصة بالفيزياء، خاصة بكل مادة من المواد بنتعامل معاها ازاي وهكذا.